السلام عليكم، عيسى أوتو سكان and diagnostics as always in English. Let's keep it that way. شوف عندنا اليوم هذا اللي قلت لكم، شوفوا واش راكم واش تلاحظوا هنا. واش نلاحظوا باللي الموتور دومي سيارة 2007 ولكن منظمة ما شاء الله ونظيفة. شوفوا استالاسيون انستالاسيون كيفاش منظمة نتاع لا ميزون نتاع لا ميزون شاتيرتون نتاع لا ميزون، يعني كيكون الاهتمام من طرف الحرفي لي زيليكتريسيان ولا لي ميكانيسيان تلقى خدمة نظيفة خدمة نقية، ما يظلش يقطع ويشانتي. خويا عندك شانت تحل هذا بنظام، تلقى الخيط هنا مكوبي، تلحمو بنظام، ديرلو ثيرمال ايزوليتر يعني العازل الحراري هذيك اللي تكوفري تغطيه، تعاود ترد الشاتيرتون تاعك بنظام وباحترافية وتغلقو وتردها كيما كان. تحاول لي كروشي ما تكسرهمش باش ما تعورش الانستالاسيون. كل شيء عود منظم مليح، هاو كيفاش كل شيء منظم مليح ان شاء الله، حتى يسخ ولا اخر ما فيهاش بيبرك. هذه اول حاجه راح نديروها هي اي جي ار اوف، نحيوها من لادميسيون خلاص. هذه نسوديوها هنا ونغلقوها هنا بالباس، نحيو الكورديون هذه، تعود هذه مغلوقه ونديرو نديزاكتيفيوها من الكالكيلاتور، نحيو لا لافيش ولا نكوبيو لافيش خلاص ونربطوها. شوف المحرك هذا ما شاء الله عجب لي اول فتحه ليه، وحنا كي تفتح الموتور عندنا اول مره كي تغلقه وكانه لم يفتح، يعني هو تفتح مبصح يعني كي تلاحظ بالعين. الحمد لله نقوم باقصى واجب لينا باش ما تلقاش حاجه معوره ولا حاجه مقيوسه. شوفوا هذا كان ياكل الزيت بقوه، الانسان كي تسقي ها هو كي واش تلقى هنايا، تلقى ما كان له كومباراتور، تلقى درجة ديريكت هنا، ها درجة ديريكت يحكم فيها الظفر عادي خلاص. لي بيستون كيعاد لوبريفيكاسيون تاعها، كيعاد لوبريفيكاسيون مليح، تلقى لي بيستون هادو بيستون لي يخرجو من الدار تاعها، واش يخرجهم يخرجو نيرال، ها هما كي نخرجو النيرال. حنا نعاودو نردو لها لي بيستون في النيرال، نورمالمون الكارتير جامي تفتح يعني موتور جامي تحل، لكن لي بيستون هنا في الحالة هذه سي بون ماتو مساكن. كنا نعمل ان نجدهم كي شفت انا لي كوسيني هكا جدد، والفيلبرو كان جديد، وقلت انا نلقاو البيستون مليح، لكن حتى ندير شونفرا هنا ندير الاوتو فوكس، دار شونفرا هنا لتحت يسمى دي باسا 020 بين جو بين سيغما ولا غورج، دي باسا 020 كيفاش تعرفها، لازم تمسحها خلاص. وفي الحاله هذه واش يقول لك في لي نورم، واش يقول لك، يقول لك الخلوص بين السيغما والجروف بيستن جروفز اللي هما لي غورج ولا الحفرات هذه اللي تحط فيها الساقية، هذه اللي تحط فيها سيغما، الساقية هذه اللي تحط فيها سيغما، يقول لك ما يدي باسي 0.02 يعني 2 يعني 2 سنتيان ما يدي باسيهاش، هذا دي باسا. هاي سمعنا لازم نشيل بيستوات جدد في النيرال، نحطو جود كوسيني، فيل بروكا جديد دوبل في اس تي دي، لا بومبار ويل لقيناها دوبل في بومبا و الكريساج تاعها ما شاء الله. السيارة ماشية 200 الله اعلم 200 وحاجة، حتى الاوساخ هنا لداخل ما لقيناش فيها الاوساخ، يعني الكريساج كان مليح ومولاها ما شاء الله. وليد كان يتهلا في الزيت، كان يتهلا حقيقة، يتهلا فيها بزاف خلاص، يعني نوجه ليه التحية هو وبزاف ناس اللي يتهلاو في الماتريال تاعهم ويعرفوا وين يديوه وين يخدموه. هذا كان يخدم فيه بنفسه، يعني ساعات تطلب حاجه يخدمها بنفسه يخاف يديها للحرفيين، كنت عارفوا كيما كنا نحكيو التقطاع وكذا.
حتى اللي فوت نتاع الزيت ما كانش. هاو دركا كاين الناس تحكي لك تقول لك كاين ينجح ما ينجحش، ينجح ما ينجحش. ينجح كي يكون مخدم سير لي نور. ساعات العبد يطيح في المغشوش، لكن هذه يعني على الناس كيعمل سواء طيح نتا ولا اللي جابها ولا الاول خلاص اللي شراها، ما تدريش وين الخلل. نتاح في المغشوش وين نتاحو في السيجمات، تلقى البيستون نورمال سواء في الان او نيرالس اس ام بيستون نورمال تشيميزي البلوك، تلقى السيجمات لا ماتير تاعهم قاسحه يعني حديد فورجي تقريب فورجي، واش يصرى يبقى ياكلك في هذه. كاش تا كاش تا كاين الزيت راهو مليح، لكن ياكلك الاخرى، ياكلها الشميزه. كي ياكل الشميزه ترجع طاكسي تفور سير بلاص، تنوض دور شويه دور شويه تبدا تفور ما فيهاش. ولا سانك ديسي بعد ريفيزيون ديما نلقاوه يفور، لكن الرسمي هو انه ما يكونسوميش الزيت. كان شتا يفور ما يكونسوميش الزيت، علاه؟ لان ما راحش نلحقوا خدمه لا ميزون. هذه فيها اسرار، وحنا الاسرار هذه مازال ما وصلناهاش. وصلنا بعض الاسرار الحق جبنا من لي سورس، لكن ما لحقناش بعض الاسرار الاخرى كما مثلا من واش مخدوم الكاست ايرون اللي من البلوك، ومثلا الالومنيوم تاع البلوك ثاني في السيارات الاخرى من واش مخدوم. لانه تلقى مثلا السيارات الكوريه يتحملوا السخانه بزاف. كاين اسرار في التصنيع، في تبدل في الثيرمودينامكس، في التبدل الحراري، في لي كومبوزو كيميك، في لي كومبوزو كيميك. الامور كامل هذه تجتمع باش تخرج موتور يتحمل ويعيش المده اطول. كيما السيارات الكوريه الاسيويه تلقى الاطول تاعها ترشى، لكن المحرك يقورن يعيش. في ليسونس نحكي في ليسونس، في الديازل كاين منهم كاين وكاين، لكن ديما الاهتمام هو الفاصل نتاعهم. هذا واش كان فيها ريفيزيون تاعو، دوك نشوفوه مع بعض الاغلاق نتاعو باش ان شاء الله الخوا يتعلموا ويتمتعوا في العمل كيفاش راح يكون. ربي يوفقنا، ادعيوا لنا بزاف، ادعيوا لنا ربي يوفقنا واياكم. ان شاء الله ربي يوفقنا، ان شاء الله نقدروا نساعدوا الناس كامل، والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.